دشن وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري فعاليات الاحتفاء بالذكرى الستين لتأسيس مستشفى سيئون العام الذي تأسس في عام 1964 وفي الفعل أكد الوكيل العامري إن هذا الاحتفال بمرور ستين عاما على تأسيس هذا الصرح الطبي يأتي وقد وضعت السلطة المحلية وقيادة القطاع الصحي رؤية واضحة تستكمل من خلالها المشاريع الطبية لتحتضن مدينة سيئون مدينة طبية متكاملة تقدم خدمات طبية راقية لأبناء حضرموت مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الكادر الطبي بهذه الهيئة